خويا اليوم جيت باش نستافد استفدت من الرامي، صيفطوا لي في الرقم الهاتف ديالي الكود يعني نحتفظ به نفسي. مشيت دابا باش غدا دابا باش نستافد. عندي وليد، عندي 16000 ريال نعاون بها الكرا ونعاون بها شويه المصاريف ديال الدار. وانا كنشكر سيدنا الله يكثر خيره اللي دعمنا وعطانا باش نعاونوا ريوسنا اللي كان الحمد لله. الله يجازيكم بخير الناس، ما تخرجوش الا الضروره، بالخصوص الوليدات الصغار ما تخرجوش معاكم وليداتكم، واخا صغير واخا نعرف نخليه مع ماك ولا مع باك ولا مع راجلك ولا مع عدوزتك، يعني حاولوا باش ما كان فيكم خليوا وليداتكم في الدار. خويا محتاجاها باش نخلص بها الكرا، جات في وقتها خويا الحمد لله. الله يخلي لنا سيدنا والله يخلي لنا بلادنا والله يخلي لنا السلطات وانتم الصحافه اللي كتخرجوا كتسهروا على هذا الوباء، الله يحد الباس. وشكرا، كنشكر بزاف الدكاتره اللي كيديروا المستحيل باش يحاولوا يشافوا المرضى، وكنتمنوا ان شاء الله يا ربي شافينا ويحيد علينا هذا البلاء، والله ينزل الرحمه يا ربي، والله ينصر سيدنا، الله يخلي لنا ديما الفوق الفوق.